النصيريون إنما هم جزء من الشيعة، جزء من الشيعة، أي جزء من الآفة التي خرجت من العراق. قلنا وهي في الأصل ظهرت بأرض العراق اللي هو التشيع، لا أتحدث عن نصيريا. ومن هذا الوبش والعفش والوحل خرجت النصيرية كما ذكرت قبل ذلك، ونسبتها إلى محمد ابن نصير الذي اعتقد أنه الباب للحسن العسكري، وكان أفاكا كذابا، ثم ادعى النبوة والرسالة وأنه يوحى إليه إلى آخر هذه الأمور. ونعلم تماما أن القوم من الدجالين من المجرمين، استغلهم الاستعمار الفرنسي. قلت حتى اشتد النفوذ في سوريا في سنة 65، واستغلوا حافظ الأسد، استغلوا حافظ الأسد أسوأ استغلال، أسوأ استغلال. وبتوافق مع القوى الاستراتيجية مكنوا لهذا الرجل في سبيل أن تضيع الجولان، بل وأن تكون المنطقة طائفية، حتى إذا ما أراد أعداء الملة أن يلعبوا بتلكم الورقة، كانت الورقة مهيئة من قبل هؤلاء المجرمين. انقضت السنة على الظلم بعد إذ تراكم عليهم لسنوات طويلة جدا من جراء قهر هذا النظام النصيري الشيعي الطائفي الإجرامي، وبسبب حكم الطاغية المجرم حافظ الأسد. ولم يكن هناك سبيل على الإطلاق، لم يكن هناك سبيل للخروج من تلك الأزمات إلا أن يدافعوا عن أنفسهم. لماذا؟ لأن النظام طائفي جمع شيعة العالم لإبادة هؤلاء، ويريد التنكيل بالسنة الذين يزيد عددهم عن 70% من أهل سوريا. على سبيل المثال قلت مثلا يعني مذبحة حماة، مذبحة حماة أو مجزرة حماة حدثت في 2/2/1982، استمرت المذبحة 27 يوما، مش 6 سنوات زي المجرم ده، ولم تنقطع بعد لمدة 27 يوما، دي أيام المجزرة. قاد المجزرة الأفاك رفعت الأسد الشقيق الأصغر الهالك للهالك حافظ الأسد. من أبشع ما جرى فيها، بسرعة حتى أقف على الأدلة الشرعية، من أبشع ما جرى فيها أنهم ذهبوا إلى مستشفى بها يعني النساء، هذه المستشفى كانت للولادة والنساء، وأتوا بمولود سني أمام أمه التي تمخض هو من رحمها وعن رحمها في التو، وفصلوه اثنين بأي ذنب قتلت. تلكم الجثة التي مثل بها لم تكن حتى آذت أحدا، بل خرجت من رحم الأم في التو واللحظة، ولم تكن قدمت شرا لأحد، إلا أنهم نكاية في السنة فعلوا ذلك. انظر إلى هذا القلب الذي مات حينما يأتي برضيع ثم يقوم بشطره إلى اثنين، مزقه إلى اثنين وهو حي. الله أكبر. اثنين قاموا بهدم الأحياء في حماة على ساكنيها، وحماة تتوسط الأراضي السورية، قاموا بهدمها بعد حصار الطرق جميعا، ما عادش حد يعرف يخرج، اللي كان هارب. بعد كده هدم البيوت على ساكنيها كما يفعل صاحب البراميل المتفجرة، وكما يفعل الروس معه الآن. طيب بعد كده هدموا 88 مسجدا نكاية في السنة. طب المساجد مالها؟ ده مساجد أبنية. هدموا 88 مسجدا نكاية في السنة، وأحرقوا ما فيها من مصاحف، وهدموا 3 كنائس بجوار المساجد، هجروا الآلاف وأخفوا الآلاف. ونظن أن الذين اختفوا كان يزيد عددهم على 20,000، ربما يعني قتلوهم ودفنوهم في مقابر جماعية. قلت قطعوا المواصلات وقطعوا الطرق على أهل حماة للنيل من الرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال والربع دون رحمة، بل كانوا يأمرون بتعليق صور السفاح على بيوت السنة،
وأن يكتب على المساجد يسقط الله ويحيى الأسد، قبح الله الأسد. بل لما جاء الابن هذا الذي أتحدث عن شر أبيه حق فيه ما قال المثل: إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلى الحية. أبوه صنع ذلك، أبوه قتل 80,000 في حماه، وافتخر رفعة الأسد بأنه قتل هو والميليشيات التي معه 38,000 من أهل السنة، من أهل السنة. قلت حتى لا أطيل في ذلك المضمار، وجاء الولد من صلب أبيه: إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. فماذا صنع؟ قام ببناء حسينيات في درعا وفي غيرها للشيعة، قام باستدعاء الشيعة من العراق ومن لبنان للاستيطان بأرض سوريا. بدأ في ظلمه الشنيع وفي جرائمه ومجازره ضد السنة، حتى إذا طلبوا بالحرية وبالإنصاف والعدالة أوقف القناصين على البيوت وفي الطرقات وعلى السيارات وعلى الدبابات وفي المصفحات، فقنصوا شباب المسلمين من أهل السنة. ثم تطاول أمرهم فصاروا يقتلون كل سني يمشي في الطرقات أو يتجه حتى إلى الصيدليات للإتيان بالأدوية. ساعتها نقول بقول لا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. استوجب الأمر على القادرين على حمل السلاح أن يذبوا عن الأعراض، وأن يذبوا، حينما أقول عن الأعراض لأن بشار كان يرسل الشبيحة إلى بيوت السنة فيغتصبون النساء كرها ثم يفجرهن في البيوت بعد ذلك، فكان لزاما على الشباب أن يدافعوا عن الأعراض وعن البنى التحتية وعن الأطفال وعن النساء وعن الكهول وعن العجائز وعن أنفسهم أيضا. إلا أن رأس الشيطان علي خامنئي أعطى شرعية عند شيعة العالم في قتال السنة في أرضهم، فأفتى فتواه الشهيرة والتي قال فيها بأن الجهاد مع بشار ضد السوريين جهاد مقدس، جهاد مقدس. انظروا معي، حينما يقال ذلك لشيعة العالم بأن الجهاد مقدس في سوريا، يجاهدون من؟ يقتلون شعبا في أرضه، يقتلون شعبا في أرضه، لا يجاهدون عدوا على الإطلاق. انظروا، يجاهدون شعبا في أرضه، يقتلون البسطاء المسالمين الذين لا يملكون حدا ولا حديدا ولا عدة ولا متاعا ولا شيئا على الإطلاق، بل إن العالم تراخى بأسره ولم يقف بجوار هؤلاء. ولذلك خرجت الميليشيات الشيعية تبايع علي خامنئي على الجهاد في سوريا لقتل النساء والأطفال والرضع من السوريين السنة. فاتجهت الكتائب والميليشيات من أرض العراق إلى سوريا، اتجهت ميليشيات من اليمن إلى سوريا، ثم اتجه ذلك الغر الذي يتزعم أو الذي الأمين العام لحزب الله والعزة بجنوب لبنان. والله إن الأمر عار حينما يأخذ الشباب والرجال ويأخذ الكثرة الكاثرة. في بداية الأمر أخذ 9,000 مقاتل، بعد ذلك بلغ عددهم هناك في سوريا أكثر من 20,000 مقاتل. بل المصفحات، الدبابات، الأسلحة تمر من حدود دولتين. فاصل وبعد وصل إن شاء الله. عدنا بفضل الله. المهم قلت أن الأمر استشرى في أرض سوريا ولن يتوقف على الإطلاق ذلك الإجرام بأرض سوريا، ولن تكون الآثار، أي لن تكون الآثار المترتبة محصورة أو مختزلة بأرض سوريا على الإطلاق، وسأبين ذلك. قلت أن أرض سوريا صارت مسرحا للقاسي والدين، وربما يتعجب الناس، لماذا سوريا بالذات؟
لماذا؟ سوريا بالذات. يعني أنا عايز أركز جدا، أنا حتى إن كلمت بالعامية هنزل بالعامية عشان أوصل. يعني أي بلد بيحصل فيها شيء وخلاص، يعني العراق أهي خلاص وعدتوا من حيث بلدتم، عادوا إلى الشر، عادوا إلى الطائفية، عادوا إلى سيلان الدماء، عادوا إلى تناثر الأشلاء، عادوا إلى عدم التعايش، عادوا إلى التصادم، عادوا إلى الجاهلية، عادوا إلى أمور كثيرة جدا يعني يترتب عليها أمور عظيمة من قول النبي وعدتوا من حيث بدأتم. تعال بقى نقول أه العراق وخلاص، لكن سوريا بالذات ايه اللي وصلها لكده؟ الشعب السوري الجزء اللي يهرب للاتحاد الاوروبي يغرق، واللي ما يغرقش يعيش ورا السلوك، واللي في بلاده خلاص تحت الانقاض وبلا هواده. الله، طب لماذا اجتمع العالم باسره في ارض سوريا؟ اقول كما اجتمع باسره في ارض العراق في البدايه، فهذا هو الحصار. لذلك النبي قال على العراق يحاصرهم العجم، يحاصرهم العجم، يحاصرهم العجم، حاصروا العراق وسرقوا نفطها، وكان النفط مقابل الغذاء، بل لازالوا يسرقون مقدراتها، الصليبيون والمجوس. أما الشعب العراقي الثري فهو لا يجد لقمة العيش. تعال بقى لسوريا الحين، المفترض شعبه نظام طائفي والشعب بتاعه، لا، النظام استدعى كل شيعة العالم. شوف اللي بقوله دون غلو، استدعى كل شيعة العالم، من العراق جيب الميليشيات، اليمن جيب ميليشيات، جنوب لبنان جيب الميليشيات، ايران اتت بحديها وحديدها وما تملك. خلي بالكم يعني اما ايران، واحد يقول لي ايران بتتدخل في شؤون الاخرين، لا، ايران بتحاربك جوه ارضك، ايران بتحاربك جوه سوريا، موجودة ايران داخل العراق، ايران داخل العراق، وهي اللي بتقاتل السنة بالعراق، وهي اللي طردت سفير السعود، وهي اللي فعلت الافاعيل، وهي اللي جعلت الطائفية على اعلى ما يكون، وبتعمل التوتر مع الكل. اذا العراق بتقاتل، العراق بتقاتل في اليمن، ايران تقاتل في اليمن، موجودة مع الحوثيين، ايران موجودة في لبنان مع حزب الله، ايران الان بحدها وحديدها وبالحرس الثوري موجودة في سوريا. يعني انا بتعجب، ملك ما عايزينها تتدخل، ده هي جوه بلادنا، جوه بلادنا بتقاتل، بتحاربنا في بلادنا. اشبه بواحد دخل بيتي ودخل غرفة وقعد يقتل في ولادي اللي في الغرفة دي، وما دخلش الغرف الثانيه لسه، واقول الله انا مش عايزه يتدخل في شؤوني، هو بيقتل عندك، بيقتل عندك، دافع عن اولادك، قوم اتحرك. لذلك اقسم بالله، هذه اتحملها وحدي، اقسم بالله ان الشر الوخيم على المنطقه في الايام القادمه انما سياتي من المجوس من قبل ايران، وان الانظمه اذا سكتت ورضخت فانها ستؤكل. صحيح ايران ليست بالقوية على الاطلاق، لكن باذرعها الفاسدة وبشرها الرخيص في تزيير الثورة مع الكيانات التي دعمتها من الخارج كالروس، وهذا مخطط كبير جدا، كبير على المنطقة، وحذرنا منه منذ سنوات. ولذلك انت موجود في ارضي، عدوي موجود في ارضي في سوريا، كان لزاما على الانظمة العربية الاسلامية ان تتحد، وكما طلبت مصر من قبل بتكوين جيش اهو، يعني مصر طلبت بتكوين قوة دفاع مشتركة للمنطقة، فلو ان قوة الدفاع المشتركة للمنطقة هجئت واعدت لذلك، خلاص هو موجود عندك ومحرك الاذرع، خلاص هو اشعلها نارا عندك، فلتكن الحرب عليه في ارضي. يعني ايران بتقول لك ايه؟ اروح ادير الحرب في الاراضي الاسلامية السنية، ليه؟ تبقى بعيدة عن بلادي، لا حد يتقتل عندي ولا اخسر اي اموال على الاطلاق هناك، وجاي يديرها عندني، تمني خلاص هو عندي، احاصره من كل اتجاه. القوى العربية المشتركة التي طلبت بها مصر تحاصرها من كل اتجاه، ولتكن حربا. الحقيقة اذا انت ضربتها في الذيل ايه يعني؟ في البطن ايه يعني؟ لكن قطعت الرأس انتهت. في الحالة دي الدول العربية مشتركة تحاربها في ارض سوريا، هتخسر ايه؟ 1000، 10000، 20000، 50000 نفس،
سوريا لوحدها خسرت 500,000، مش كده وبس، العراق بقت خسرانة 4 ملايين فرد، مش كده وبس، اليمن خسرت اكتر من 25,000، مش اقعد اعد لكم قد ايه ياما، ولسه الخسائر اللي جايه. فكان لزاما على الامه ان تستثمر الفرصه وهي ليست معتليه، هذا في ارضي يقتل اهلي واولادي، فتتحد عليه القوى العربيه جوا وارضا وبحرا، والعالم لا يحترم الا القوي. مش بقول لك روح حرب ولا بطلب بالاعتداء ولا بالصدام، معاذ الله، ده هو اللي عندي بيقتل اهل وجاي حطم لي المنطقه وعايز يوقع البحرين وعايز يوقع، ومن قبل كده بعد ثوره 25 ما دخل المجرمين بتوعه مصر، وقبل كده دخلهم يعملوا تفجيرات في القاهره، يعني ما في امان، ما في ذره امان، بل الذي يهادنهم ويقف معهم اشك في دينه. يبقى ركزوا معايا جدا، كان لزاما على العرب ان يوافقوا مصر في، مش بقى من النظام المصري، لا، في قوة عربية مشتركة لمثل هذه المصيبة التي تدور الآن مع محاصرة هؤلاء. كنا ارتحنا للأبد من هذا الشر المجوس، لكن يأبى الله إلا أن يقضي أمرا كان مفعولا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. المهم بصوا بقى معايا للحصار، هنا بقى عجم ورون، أو هنا أعاجم وفرنجة، الحصار اللي على الشام، اوعى تفتكر الحصار اللي على الشام يعني على سوريا بس، لا، لبنان هتكون داخله في المعادله، واللي من حديث النبي الشام، والاردن ليست بعيده عن ذلك. لبنان بالذات عشان حزب اللات، انا بقول لكم الحصار هيجي على الكل، يعني الشعب ما يبسطوش دلوقتي، لا، ده شماعه لتنفيذ شيء، يقول لك نهلك دول بدول، العرب قرفنا، العرب بيجوا يفجروا في حضارتنا في الخارج، العرب بيطلعوا لنا كل شويه تكفيرين، والعرب بيطلعوا لنا كده، يقول لك نقف مع الشيعة، لقوا الشيعة طلعت ميليشيات طبعا صنفت في الحقوق الدولية على أنها مرتكبة الجرائم حربي ومرتكبة جرائم ضد الإنسانية، لقوا الشيعة أخطر بكثير، أهي ميليشيا الحوثي الثانية التالتة الميليشيات العراقية إلى آخره، ولذلك قالك بس نزن الكفة الشيعية ونقف مع الشيعة الوقت ونبدد السنة، بعد كده نضرب الاثنين، مركز الاثنين وأذرع الاثنين، ومحدش هيبكي على دول بعد كده، لا دول ولا على دول. يعني اوعى تفتكر ان الشعر اخرين ناجين، لا، ده اداه، والتاريخ تكررت فيه هذه الامور كثيرا، استعملوهم واذلوهم، استعملوهم وقتلوهم، استعملوهم ودمروهم. ولذلك انا اقول لك كلمه مستخص خالص، النبي لما تحدث عن علامات الساعه الكبرى لم يذكر فيها لفظ الشيعه ابدا ولا جه فيه، يعني ما يكونوش موجودين، ما لهمش وجود، يعني عشان اخاف منهم انهم عدو باقي، لا، العدو باقي اليهود، انما دول مش عدو باقي، ده دول لهم فناء قريب، لان هم اللي بيفنوا نفسهم، مش عايزين تعايش، مش عايزين الا التصادم، مش عايزين الا الدماء، يا لثارات الحسين، احنا ناس بنقول التعايش، احنا ناس بنقول ما نحبش الدم، احنا ناس بننادي بعدم التصادم، انما هم لا. ولذلك بص وتعجب كده في الارض السوريه، فيها مين؟ التحالف بقياده امريكا، شوف كم دولة من أوروبا ومن غير أوروبا ومن شرق آسيا ومن الكلام ده كله من الدول العربية. تعال جهة أخرى، شعت العالم من إيران، من جنوب لبنان، من الحوثيين، من العراقيين، من كل اتجاه، ومعهم إيران ومعهم روسيا. ازدحمت سماء سوريا كما ازدحمت أرضها، بقت بلوى. ليه؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يجي لك العاجم ويجي لك الفرنجة مع بعض، الاثنين يحاصروا بلاد الشام، ومش هيبقى الحصار على سوريا ولبنان، لان لبنان خلاص دخلت المعترك، وخاصة ان ايران الوقت تمكنت من انتخاب رئيس هيكون تابع لايران وان كان نصرانيا، دخلت المعادلة من اوسع ابوابها، وبعدين المعدات خارجة من لبنان على سوريا ومن سوريا على لبنان، بتاعت حزب الله الميليشيا، ولا في انتهاك سيادة دولتين ولا في اي شيء، لا بالعكس موافقة. ولذلك بقولها لكم، لن تخرج لبنان من المعادلة، ولن تكون الاردن بعيدة عنها. في مكالمة لي سربت ما بين وزير الخارجية الروسي وما بين السفير الامريكي من قبل المشهورة، ان قال له من المصلحة ان احنا نقسم الدولة دي لدولتين، دولة نصيرية شيعية ودولة سنية،
بس يخلوا الدولة النصيرية شيعية في الأماكن الثرية جدا والغنية جدا، والدولة السنية تبقى الفقيرة جدا المهمشة جدا في المساحات الموبوءة من أرض سوريا. لكن بسأل سؤال، هل يعني ذلك تقسيم سوريا؟ لا ما يعنيش. هل يعني ما حدث في العراق تقسيم العراق؟ لا، ولكن التقسيم عقدي، التقسيم عقدي، بمعنى في العراق شيعة سنة، سنة الأول أكثرية، سنة شيعة أكراد، سنة شيعة أكراد، والأكراد طبعا منهم السنة ومنهم الشيعة، سنة شيعة أكراد، وتبقى الطائفية مع تناثر الأشلاء مع سقوط الدماء وعدتم من حيث بدأتم إلى الفقر وإلى الجحيم وإلى القتال، ولن يقف هذا الأمر، وعدتم من حيث بدأتم كررها النبي ثلاثة، بل إلى جاهلية. سوريا وما حولها، لبنان وغيرها، نفس النظام. ونشوف أمر أعظم وخطير جدا، وخطير جدا. واحد يقول لي ما ربما تكون بوادر الحرب العالمية الثالثة، لا أبدا، ده اتفاق قوى استراتيجية. الحرب العالمية الثالثة أخبر عنها النبي كما في صحيح مسلم، حتى أن الطائرة تستعمل فيها الأسلحة الكيماوية والنووية، حتى أن النبي أخبر، النبي أخبر صلى الله عليه وسلم إن الطائرة يكون موازاة هؤلاء بعيدا فيسقط على إثر ذلك لا في سهم ولا رمح. بيسقط ليه؟ بسبب الأسلحة الكيماوية وهوضح دي وهجيبها جدا في الفتن اللي احنا بنذكرها. خلاصة المسألة، هل معنى كده ان سوريا لابد تقسم؟ لا، مش معنى تقسم. هل ممكن تقسم؟ ممكن تقسم، ممكن ما تقسمش، ممكن ما تقسمش، لكن الحصار. وبرضه هتلاقوا اهل سوريا سيكونون جيعان. يعني عندك الروس الحين مقابل وجودهم هناك البترول، النفط، النفط كان الاول للأسرة الحاكمة ولحزب البعث. النفط السوري الوقتي للروس فقط مقابل اللي بيعملوه للروس. ولذلك ادي نوع دولا اعاجم بياخدوا الوقت ايه، خلاص النفط مقابل اموت لك السنة دول وحاصر السنة. يجي التحالف من الجانب الاخر، انا حاصر بعد كده كذا اهو، كذا مين ترى؟ هل بتحاصر السنة؟ الله اعلم. هل بتحاصر الشيعة؟ الله اعلم. لكن في النهاية سيكون للسنة والشيعة من الروم يحاصروا، وفي نفس الوقت كل هذه الخيرات لا يستفيد منها الشعب السوري، تسرق مقدرات شعب، يحاصرهم العجم، يحاصرهم العجم، وهنا عجم ثم روم، لكن هنا عجم وروم في ارض سوريا وما حولها. بعد كده بقى اما نيجي لكلمة مصر، ومنعت مصر اردبها ودينارها. قال الامام النووي رحمة الله عليه، والاردب هو مكيال اهل مصر. قل من يمنع؟ قل يحاصرهم العجم. قال يحاصرهم العجم. نقطة مهمة جدا، هل معنى كده ان على طول دخل المعادلة في المعادلة؟ لا مش كده، لسه منطقة الشام واسعة. طب ممكن القدر يتغير؟ القدر يتغير. الله، ممكن فرار من قدر؟ نعم ممكن فرار من القدر ده، بمعنى اوضح من حديثه صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد وعند الامام الحاكم، ولا يرد القدر الا الدعاء. بمعنى لو استفدنا من اخطاء العراقيين من اخطاء السوريين ممكن باذن الله جل وعلا، بس نكون مع رب العالمين، لا مع البيت الابيض ولا البيت الاسود ولا مع الروس ولا مع كيت ولا مع العراقيين ولا مع الايرانيين المجوس ولا مع اي طائفة، لا احنا مع ربنا. ثم نأخذ بايدي اخواننا العرب المسلمين، بمعنى ولا يرد القدر الا الدعاء بالنسبة للصالحين من اهل مصر، والموفق من وفقه الله، والحكيم هو الذي يعتبر بما عند غيره. واحد يقول لي ايه الدليل؟ قلت له قلت لك حديثه، ولا يرد القدر الا الدعاء، لان الدعاء يكون على ثلاث، اما ان يكون الدعاء قويا فيرد القدر بالكلية، واما ان يكون بين البين فيختلجان، واما ان يكون ضعيفا فيقع القدر. الدعاء القوي اللي خرج من قلوب ثابت عادت لربنا سبحانه وتعالى يستجيب الله جل وعلا ويرفع المقت عن المصريين. واحد يقول لي عايز ده القرآن، حصل قصة يونس النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص جاب لهم الوحي ان العذاب نازل عليهم بعد ثلاث، وهتشوفوا امارات العذاب كذا وكذا، وان ربنا خلاص وعد، وهذا موعود ربنا سبحانه وتعالى، وعيد ربنا سبحانه وتعالى، ويحل بكم العذاب بعد ثلاث ايام وتشوفوا الامارات. ولذلك راح استهم وركب بقى السفينة وراح عشان العذاب هيحلين. الناس في اليوم الثالث بيبصوا لقوا الامارات، ووجدوا السحب من فوق رؤوسهم كأنها الجبال. الله،
كل اللي قال لهم عليه يونس شافوه العذاب هيحل. فعجوا وضجوا لله بالبكاء وتابوا إلى رب الأرض والسماء وأعلنوا التوبة لله جل وعلا وصدقوا في توبتهم فرفع الله عنهم. ده ربنا رحمن رحيم أرحم بعبده من الوالدة بولدها. الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. يعني احنا كمصريين نعاني قلاء نعاني بلاء وخايفين من الحصار من حديث اللي في مسلم ان ممكن بعد دول. ولذلك احنا الاعلام عندنا وكذلك بالنسبة للسياسيين كل شوية مصر مستهدف. صح ده كلام سليم مصر مستهدف. طب اعمل ايه؟ ما هو ما عدش اقول مصر مستهدف. مصر مستهدف اخذ بالاسباب الاعداد واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الاسباب اطالب العرب مرة ثانية بدون يأس بتكون قوة مشتركة عربية تحمل المنطقة العربية باسره. ايضا من باب ذلك ايضا التوبة الى الله جل وعلا والتصالح مع ربنا. ان تنصروا الله ينصركم ونستغيث به اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لا الامريكيين يقدروا يعملوا فينا شيء ولا الروسي يقدروا يعملوا فينا شيء ما دام ربنا معاه. ما دام ربنا معانا اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الى اخر الايات. وخذها مني من الحديث الصحيح اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. قضية انا بقولها هو ربنا نرجع لربنا نرجع ولسه قدامنا الوقت اهو لسه قدامنا الوقت نفس بيدخل ويخرج نعود الى ربنا جل وعلا. ومصر بالذات ارض رباط مصر ارض كنانة مصر بها الركع السجود لا اقول ذلك غلوا مصر بها الركع السجود مصر بها من الصالحين الكثر مصر فيها المساجد فيها المآذن فيها المصاحف فيها الكتاتيب فيها حملة القرآن فيها العلماء. ولذلك علينا ان نعود الى ملك الملوك ورب الارباب وان نفعل كما فعل قوم يونس لما عاد وضجوا الى الله ربنا جل وعلا. حينئذ يرتفع عنا ذلك مع الاكثر من الاستغفار. يا جماعة انت في ايدك مفتاح ما تفتحش ليه ما تدعيش العمى. غلاء عندي وعندي طمع تجار وجشع يا فلان ما تنزلش السكر عشان نرفع ثمنه يا فلان ما تنزلش الرز عشان نرفع ثمنه يا فلان التجار يتصلوا ببعض ما تنزلش كذا عشان نرفع الثمن. حرام عليكم دي خيانة خيانة لله وللرسول دي خيانة للوطن خيانة لمصر خيانة لمصر. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم الناس لا يرحمه رب الناس. دول اهل مصر دول اهلنا. ولذلك كل تاجر عليه ان يتقي الله جل وعلا كل واحد يتقي الله جل وعلا. احنا يا جماعة يجب ان نكون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وخذوها مني والله الذي لا اله الا هو لو رجعنا ربنا وصالحنا معاه والتجار نزلوا السلع واتقوا الله في الناس شباس ونستغفر بقى. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. دي بقولها لمين؟ بقولها لكل رئيس ولكل وزير ولكل كبير ولكل حاكم ولكل امير ولكل ملك وبقولها للمصريين بالاجماع. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. خلوا بالكم اقسم بالله لو انفرط واحد يقول لي بجامل ما بجامل ما الكلام ده عاد لا يؤثر عندي. لو انفرط عقد الأمة او انفرط عقد مصر انفرط عقد الأمة ولو انفرط عقد الأمة ما عاد لها كيان. دخلت بقى في رعاع اللي هم داخلين على علامات الساعة الكبرى والعياذ بالله جل وعلا. يا جماعة بقولها لكم على كل إنسان أن يتقي الله جل وعلا على كل إنسان أن يراقب الله في أقواله وأفعاله على كل إنسان أن يتقي الله في أهل وفي أهل مصر بالذات على كل مسلم أن يتقي الله في هذه البلدة وأن يحافظ عليها بكل ما استطاع وأن يحافظ عليها بكل ما استطاع. ووالله لو حدث بها مكروه والله سيندم الجميع حيث لا يجدي الندم. ولذلك كل إنسان يكون على قدر المسؤولية الحاكم على قدر المسؤولية المحكوم على قدر المسؤولية الكبير على قدر المسؤولية الصغير على قدر المسؤولية الغني على قدر المسؤولية الفقير على قدر المسؤولية. وفي النهاية أنا بقول لكم أهو الدعاء يا جماعة الدعاء أن يحفظ الله مصر
الدعاء أن يحفظ الله وطننا، الدعاء أن يحفظ الله الأمة من كل مكيدة. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر، أسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يحفظ رجالها ونساءها وشبابها وشاباتها، أسأل الله أن يحفظ رد عفين، أسأل الله أن يحفظ أرضها وأن يحفظ سماءها، أسأل الله أن يحفظ مصر من كل مكروه.